مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في الحياة اليوم، وبنستقبل ضيفنا في هذه الفقرة. ضيفنا القيادي المعروف في حزب نور، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، الأستاذ نادر بكار. حملات عديدة بيواجهها حزب النور، أزمات، اتهامات بتلاحق الحزب، أيضا دعوة قضائية ضد الحزب تطالب بحله، حملات هجوم بتشنها بعض القوى السياسية زي ما شفنا في الفقرة الماضية، الأستاذ محمد النبوي القيادي في حركة تمرد، واتهاماته لحزب النور بأنه أداة في إيد أمريكا، وأنه بيتبنى أفكار داعشية، وأنه يعني بيجابه الأخوة المسيحيين. معايا الأستاذ نادر بكار. برحب بحضرتك أستاذ نادر. أهلا وسهلا أستاذ عمر، إزي أخبارك؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك. أعتقد أنك تابعت الجزء الأول من هذه الفقرة، كلام الأستاذ محمد بدوي، ومسألة أساسية. يعني إحنا يعني ليس هدفنا الإثارة، ولكن كان من المفترض أن تكون في مناظرة. كان المفترض أن يكون في مناظرة. هو بيقول، لا هو يقول أنا مش طرف ولا حزب النور طرف. الأستاذ شعبان عبد العليم المفترض كان يجي، لكن على أي حال دي مسائل تقنية، ربما تكون مسائل سياسية، ممكن تكون مسائل تكتيكية قبل الانتخابات. لكن بماذا تفسر هذا الهجوم من بعض القوى السياسية منها تمرد على حزب النور؟ أولا أنا استمتعت بإدارة حضرتك للجزء الأول من ناحية المحاورة المنطقية، أن أنا يعني باللغة الدرجة بتعجبني اللعبة الحلوة. هو انا بأدي دوري، انا بأدي دوري لان الطرف الاخر غير موجود، وبالتالي يعني اللي هو الاداره المنطقيه للحوار، وانا بحاول دايما اراهن على ذكاء الناس. بس انا هعمل معاك كده برضو بلا شك، وده اللي انا بستمتع بيه كل مره انا باجي فيها، بستمتع بيه اني بحوار منطقي، ولما الاقي حاجه في كلامي مش منطقيه انا بحاول اكون اول ناس اللي يبعد عنها. تمام. حزب النور مش طرف في صراع مع حد، انا باكد لحضرتك الكلام ده. لا هو في صراع مع سين ولا مع صاد. أنا جاي هنا النهاردة أتكلم على حزب النور فقط. حزب النور في اتهامات بتوجه له، في اتهامات، في تساؤلات عند الناس في الشارع، في رؤية عند حزب النور إن في حملة تشويه ممنهجة بتتم ضده. أنا أعتقد إن من حقي إن أنا أقول كده وأدافع عن هذه عن وجهة النظر دي. حملة من نظرات حضرتك بتقول ممنهجة، يعني وراءها قوة وراءها سلطة وراءها إيه؟ أنا عايز أوضح بس حاجة للمشاهدين، لا إحنا كنا طرف في مناظرة ولا طلبنا مناظرة، ولا ده نهجنا ولا سلوكنا. بمعنى قبل ما الانتخابات تبدأ إحنا هنطرح على الناس برنامجنا الانتخابي لخمس سنوات مقبلة. لو في حد عنده اعتراض على هذا البرنامج، أو مثلا لوجهة نظر اقتصادية هتخالف ما نطرحه اقتصاديا في برنامجنا أو غيرها من النقاط، يبقى أهلا به وسهلا أن هو يعلق هذا التعليق، وإحنا يبقى من حقنا الرد. إنما فكرة أنت في يا فندم واحد مش قابلني، فالحزب ده أكثر ذكاء وحصافة من هو يفرض عليه أنه بالعافية يحترمه أو يحبه. معروف أن في مصر هيفضل زي ما في كل حتة في العالم، في ناس هتؤيد هذا الحزب وفي ناس مش هتؤيده، وفي ناس واقفة في النص. الناس اللي واقفة في النص دي المفروض إن هي عامل مشترك ما بيني وبين حضرتك، أنت بتحاول تقنعها وأنا بحاول أقنعك. كل ما أتمناه أن تكون المنافسة شريفة محترمة، فش تجريح، ما فش سوء أدب. ثم أنا في النهاية عشان أنهي النقطة دي، وراهن زي ما قلت لحضرتك على ذكاء الناس، ناس قادرة على المقارنة، الناس قادرة على إدراك الفارق، الناس ما حدش بيعرف يضحك عليها. إحنا في انتخابات مجلس الشعب 2011 كتير من القوى السياسية، وعلى رأسها الإخوان بالمناسبة، كانت بتخوف الناس مننا، وكانت بتشوه الناس، وفكر حضرتك بالأذن المقطوعة وبحاجات كثيرة جدا. طيب. وحققنا بريك ثرو في الانتخابات. طيب. اللي فاتت، رغم ان احنا كنا متوقعين اكثر. بس قبل الكلام عن الانتخابات استاذ نادر، وقبل الكلام عن البرنامج الاقتصادي، ويعني الاشياء، القضايا اللي انتم بتطرحوها والحلول اللي انتم بتطرحوها لمشاكل مصر، في قضايا اساسيه، النسيج المصري. طبعا هناك اتهامات ليكم بانكم بتقولوا ان الاخوه المسيحيين كفار، يعني لابد أن يكون هناك جواب وحاسم وقاطع وجلي وبين وواضح. عايز كلمات؟ أنا هستفسر من حضرتك تانية؟ لا لا لا، أنا هستفسر من حضرتك على استفسارات. على فكرة أنا ستريت فورورد جدا، بتكلم كلام واضح بس كلام يفهمه العقلاء. أول حاجة، هات لي برنامج توك شو استضاف قس من القساوسة وسأله عن رأيه الفقهي، رأيه الشرعي من وجهة نظر المسيحيين في المسلمين، بلاش. هل في برنامج توك شو استضاف أحد ممثلي الكنائس المصرية الثلاث وقال له أنت ترى أن كنيستك هي كنيسة الخلاص ولا لأ؟
كل كنيسة مصرية ترى أن هي كنيسة الخلاص، بمعنى أن هي لا ترى أصلا للآخرين من نفس الطوائف أنها تنتمي إلى كنيسة الخلاص. ليه بقى القضية دي بتثار؟ أفندم عشان نبقى واضحين ومحددين، زي ما بيحصل في كل حتة في العالم، الاعتقاد ما ينفعش التفتيش عليه وإلا هتبقى محاكم تفتيش، وما ينفعش تقديم دلالات على ما أعتقده في قلبي، إنما تبقى المسألة القانونية على إيه والمسألة الشرعية على إيه؟ على المعاملة. السؤال، هل حزب النور من أول ما أسس، أو الدعوة السلفية كانت تقف وراء حزب النور من أول ما أسست، لها موقف واحد في تحريض على شركاء الوطن من المسيحيين، في انتقاص من حقوقهم، في معاملة له معاملة سيئة على الإطلاق؟ ما هو إحنا يعني في التصريحات اللي بتصدر من بعض الأعضاء بأنه المسيحيين كفار ده ينتقص، لا مش بس يعني ينتقص من حقوق الأخوة الأقباط، ولكن بينتقص أو بيهدد اللحمة الوطنية نهائيا، النسيج نهائياً الوطني. يسأل عن ذلك اللي بيمتحن في العقيدة. هات حضرتك كبار فقهاء مصر من الأزهر وممتحنهم في العقيدة يا أستاذ نادر. احنا ما بنتكلمش عن العقيدة، احنا بنتكلم عن المعاملة. قضية يعني بتمس النسيج الوطني، بمعنى لو انا قلت أنا عن فلان ده لو مسيحي قال على واحد مسلم انه كافر، ده بيهدد الامن الوطني. لا يا فندم، ده تهديد للامن الوطني. انا هقول لحضرتك يعني احنا ما بنتكلمش عن العقيدة ودي مش مجالنا. لا لا، ولا هي مجالي. انا بقول لحضرتك، انا كرجل سياسي، اثبت لي ان انا لو جاء الان مواطن مسيحي عشان ينضم لحزب النور ان انا ارفضه، ده اللي يهدد النسيج الوطني. يعني هتقبلوا مجموعة 38 القبطية؟ لا، أنا ما بتكلمش على فئة بعينها. دلوقتي الآن لو أي مواطن مسيحي جاء وتقدم دلوقتي يخرج له كرنيه عضو منتسب زي أي حد. هي دي بقى فندم اللي تقدم، عشان بس أنا أريح المشاهدين وريح اللي بيرفع علينا دعاوى، ولو أنتوا عايزين تجيبوا فقيه دستوري تسألوه. هو ده المحك وهو ده الأصل. اسأل عشان تقول ان انا بميز او بفرق على اساس ديني. هل انا لما بيجي لي مواطن مسيحي او مواطن مصري ينتمي للمذهب الشيعي مثلا، انا اقول له لا ما تنضمش ولا بوافق على انضمامه؟ ممكن توافق عليها لحسابات انتخابيه تكتيكيه. لا، يبقى دي تاني بقى النوايا. انا بقول ممكن يفسر جدا. ذلك ما يفسر. ايه المشكله؟ انا ما بحجرش على راي حد بالمناسبه، وانا ما بقولش لحد، ما بفتش في نواياه واقول له انت انتويت بدي كذا او انت قصدت بدي كذا. انا ليا في النهايه خالص تعاملي مع الناس ايه. ينفع ان انا اقول على الاستاذ عمرو عبد الحميد الان ان هو عايز يوقعني؟ لا، انا ليا الان الظاهر. ينفع لما حضرتك تسالني السؤال ده اقول لك لا ده السؤال ده مغرض ومثير؟ لا، انا بطرح الاسئله التي اللي موجودة في الشارع، واللي بيطرحها الطرف الاخر. يبقى اذا يعني انا بتعامل مع يعني احد قيادات التمرد، وكان بيقول انكم بتقولوا معلش انا مش طرف مع حد. ماشي، جميل. انما اللي حضرتك بتقوله ده تساؤل مشروع. جميل جدا. انا ارد على حضرتك بالظاهر، ان الظاهر يا فندم ان هذا المجتمع مش هو نسيج. النسيج دي معناها ابتداء ان في خيوط مختلفة. الخيوط المختلفة دي بنقول اللي يجمعها بينها وبين بعض هو التعامل. هو انا اروح للقساوسة ولا اروح للمسيحيين واقول لهم انت رأيك في ان انا مسلم ولا لا، ان انا مؤمن ولا لا، انت ايه رأيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينفع نعمل معاه كده؟ انا ما بمتحنوش في عقيدته. انا في النهاية انت مختلف عني وانا مختلف عنك، لكن بنقول ده نسيج واحد. ايوه نسيج واحد، لحمة واحدة. أيوة لحمة واحدة ليك عليا اللي لأي مصري تاني له عليا. أيوة طبيعي إن أنا في البرلمان هدافع عن حقوقك. أيوة هعمل كده. هل حزب النور أنت أستاذ نادر عفوا يعني كما يقول خصومكم، مش هسميهم علشان ما أنت عندك حساسية؟ لا خالص، ما عنديش أي حساسية. طيب لازم يبقى في ندية. نعم، عشان يبقى عندي حساسية. أكيد. بس يعني مش شايف إنه مش أنداتكم اللي هم بينتقدوكم؟ لا، أنا ما قلتش كده. أنا قلت إن حزب النور مترفع، أو يعني معنى كلامي حزب النور بيترفع عن كل ده. حزب النور فندم مش طرف في صراع. اللي بدأ الهجوم اسأله زي ما حضرتك عملت، إنما أنا مش طرف ولن أكون طرفا. أنا مركز في هدفي اللي هو إيه. مصر يا فندم مش هتبقى سلفية عشان حزب النور، ولا هتبقى ليبرالية عشان الحزب الليبرالي، ولا يسارية عشان الحزب اليساري. مصر فيها الأطياف دي كلها. اللي عايز مصلحة البلد دي هو اللي يفهم إن إحنا هنستوعب الاختلافات دي وندرها. خلينا نحط مع بعض قواعد للعبة السياسية، وجوه القواعد دي نختلف. إنما ما تطلعنيش ولا أطلعك. بالمناسبة أفراد وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين دول مواطنين في البلد بالمناسبة، رغم اللي أنا تعرضت له شخصيا من إيذاء في بيتي، وقبل كده أكثر من محاولة تهديد وغيرها. إنما في النهاية أنا لازم أبقى عاقل وأفهم إن أنت، أنا مش هلغي وجودك، إنما بقول لك أنت طلعت بره القواعد دي فهتعامل معاك بالقانون. لو انت رجعت وتعاملت تاني مع المصريين كلهم بنفس هذه القواعد هتقبل. طب القانون بيقول انه جماعة الاخوان جماعة ارهابية، هل انتم بتعتبروها كذلك؟ مين قال ان القانون قال كده؟
مفيش قرار من مجلس الوزراء، قرار من مجلس الوزراء. انا تاني عندي سلطه قضائيه. انتم مع هذا القرار؟ انا مع السلطه القضائيه. طيب انا مع ان في فصل بين السلطات الثلاث في مصر. ده اللي احنا حاربنا من اجله، حاربنا كمصريين كلنا من اجله. في عندك سلطه قضائيه، زي ما في واحد بيكره حزب النور وعايز يقدم دعوه، فبقول له حضرتك ارفعها في المحكمه، واللي بيني وبينك المحكمه، واللي هتقوله انا هحترمه، مش عشان حاجه، عشان تفضل القيمه دي موجوده، قيمه ان انا وحضرتك كمدنيين لما نختلف ما نفصلش احنا بينا وبين بعض على اساس القوه. طيب. أنا سألت على اساس السلطه القضائيه. سالتك سؤالين يا استاذ نادر، فيما يتعلق بموقفكم من الاقباط، فيما يتعلق بموقفكم من جماعه الاخوان، وهذه الاسئله مطروحه من خصومكم، لكن واضح انكم بتحاولوا تمسكوا العصايه من النص. نهائيا نهائيا. المحك يا فندم فين؟ مش المحك الشارع؟ خلاص انا قلت لحضرتك تجربه عمليه، اللي يحكم علاقتي بشركائي في الوطن من الاقباط ولا غيرهم اللي بينتمي اي انتماء، اللي بيحكم بيني علاقتي بيني وبينك ايه؟ هو مش هو قانون. لو انت عايز انت خلاص دلوقتي بتتكلم في دعاوى قضائيه، القانون. لو انت ثبت عليا ان انا عملت اي نوع من انواع التمييز العنصري الفعلي على الارض يبقى تحاسبني. لو انا قلت لواحد هو جاي ينضم لحزب النور مش هتنضم عشان انت مسيحي، يبقى تحاسبني. ولكن المرجعيات يعني خلينا نقول الفكريه، الرموز بتاعت الدعوة السلفية والتيار السلفي عندما يهاجمون الأخوة الأقباط، هذا بينعكس عليكم. هجوم واحد، ما حدش قال خلاص إنه المسيحيين كفار من فندم. لا فرق ما بين الهجوم. يعني إيه هجوم؟ يعني إيه هجوم؟ إزاي يعني دلوقتي لو راح أهاجم قناة الحياة أقول إيه؟ إن قناة الحياة مثلا يقف وراها رأس مال معين، ده مش هجوم، دي حقيقة. أنا لما أجي أتكلم على الأقباط قول لي حضرتك إيه التحريض اللي أنا حرضته عليهم؟ بالعكس أنا عندي أعضاء مؤسسين. عندي أعضاء داخل الحزب. إيه رأيك بقى؟ مين من الأعضاء؟ دي بقى مشكلة. أنا كنت لسه هقولها لك، دي بقى مشكلة. لما أنا يا فندم يبقى عندي على المستوى الرسمي ومحدش حاسب الناس دي. لما يبقى عندي على المستوى الرسمي ناس متحدثة باسم كنائس تهدد وتتوعد أي مسيحي ينزل على قوائم حزب النور أو ينضم لحزب النور وتهدده بالطرد من الكنيسة والشلح والكلام ده كله. أنا أعمل إيه بقى؟ كسياسي ينضم لهذا الحزب وعايز له تفوق وعايز يمكن بيهددوا علشان موقف الحزب من المسيحيين نفسهم. لا يبقى التهديد ده ايه؟ هل التهديد ده مقبول؟ أنا انت كده بتخوفه. انا 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 لما انا اقول لحضرتك جدلا طبعا لما انا اقول لحضرتك ان انا برنامجي معروف وان اي مواطن مسيحي مرحب به داخل هذا الحزب يطلع على برنامجي ويطلع على حياتي الداخليه ثم ينضم لهذا الحزب، وانت تقول له اياك تنضم لحزب النور، يبقى مين كده اللي بيعمل ضد مصلحه الوطن؟ ما بيقول له اياك بيحذره لانه الحزب ده له موقف من الاقباط. يا سيدي ما هو يسال، انت ليه بتفرض وصايه عليه؟ مش حضرتك طبعا، ليه بتفرض وصايه عليه؟ ليه احنا بنفرض وصايه على الناس؟ انا ينفع اقول لحد مسلم مثلا ما تنضمش لحزب كذا، اصل الحزب ده بيتبع افكار هدامه؟ والله هو يقرا ويشوف. استاذ نادر لو سمحت لي، بعيدا عن هذه النقطه، يعني بس احنا كده حسمناها ولا انت شايف ان لسه بنمسك عصايه؟ لا ده يمكن المشاهد هو اللي يعني. انا ما بديش احكام، انا بسال اسئله فقط يعني. لكن مساله عدم يعني وضوح الرؤيه فيما يتعلق بموقفكم من 3 يوليو، يعني ضيفي السابق كان بيقول انه يعني التمثيل ما كانش يعني على قدر القدر الوافي، يعني مثلا الاستاذ يونس مخيون ما كانش موجود في 3 يوليو، كان موجود استاذ بسام الزرقاء اعتقد، المهندس جلال مر، المهندس جلال مر. فيعني لو فشلت 3 يوليو والله احنا ده ما بيعبرش عننا، لو نجحت خلاص احنا مع التيار. طيب انا اسال حضرتك سؤال كرجل عاقل ورجل صحفي، لو فشلت 3 يوليو عشان بس يبقى احنا كلامنا منطقي، معناها ايه لو فشلت؟ يعني كان هيفضل مين في مكانه؟ مين كان هيفضل في مكانه؟ دكتور محمد مرسي مش كده؟ ايه عقوبة الناس اللي وقفت في 3 يوليو لما كان يبقى الدكتور مرسي هيفضل رئيس؟ يعني كنت هتضحوا بجلال مر؟ عفوا وده كده كان هيمشي مع الاخوان؟ لا هم بيقولوا كده. ما هو انا بقول لحضرتك ده اتهام شديد التهافت، ده اتهام اي عاقل يوضحه ويفهم ان هو متهافت. ما انتوا زي ما بتقولوا انه مثلا فلان او فلان او فلانه من حزب النور ما صوتش للسيسي، بتقولوا ده بيعبر عن نفسه، انما احنا الموقف الرسمي دي حاجه تانية برضه. عشان انا بحب قوي اتكلم، انا سعيد جدا بحوار زي ده. ازاي انت تثبت ان فلان صوت؟ انا حضرتك تقدر تقول لي دلوقتي انت صوتت مين في انتخابات الرئاسه؟ انا مش هقول لك. كويس. لو انا بقى قلت لحضرتك لا انا مصر انت صوتت لحمدين صباحي مش للسيسي، هتعمل معايا ايه؟ واجيب لحضرتك اللجنه اللي انت كنت فيها؟ وايه رايك كمان اجيب لك الورقه اللي حضرتك صوتت عليها؟ هتعمل معايا ايه؟ هتعمل ايه؟ طيب عاوز تقول ايه؟
لا انا بسال حضرتك، لو انا دلوقتي طلعت لك الورقه بتاعتك اللي حضرتك انتخبت فيها مثلا حمدين صباحي من اللجنه اللي انت رحتها، ودي اللجنه التابعه فعلا لمقر سكنك، هتعمل ايه؟ ده تشكيك، أنا مش في أنا ده تشكيك في العمليه كلها. انا مش هعمل حاجه، لان انا للاسف ما قدرتش اصوت، لان انا قعدت هنا 24 ساعه. لا أنا مش قصدي عمرو عبد الحميد، انا بتكلم عامه. الاتهام ده انا قلت قبل كده للعقلاء فقط، ده يشكك في نزاهه القضاء. لان ببساطه شديده جدا انت بتقول ان الانتخابات دي انتخابات سريه، يعني ما حدش بيطلع الناس بتكتب ايه، ولا الناس بتحط ايه، ولا الناس بتنتخب مين، ده في كل دول العالم. طب مساله القبض على اعضاء بس انا عايز بس اوضح دي معلش عشان بس تتقفل برضو للعقلاء اللي بيفهموا. لو واحد قال فلان صوت لفلان او لعلان، انا ممكن ابطل لك العمليه الانتخابيه الرئاسيه كلها. واعتقد ان ده ضد توجه الدوله كله. انت عايز استقرار وعايز القطر يمشي، ولا انت بتقول ان لا ده كان في مشاكل وحزب النور ابطل اصواته؟ طب اشمعنى حزب النور؟ طب انت ليه ما اخترتش اي حد تاني يكون ابطل اصواته؟ انت حتى ما اتكلمتش على الاخوان. يعني بغض النظر في اتهام قبل الرد عليه، وفي اتهام يضحك منه. طيب في من ضمن الاتهامات انه تم القبض على عناصر كثيره من او اعضاء كثر من حزب النور بعد فض اعتصام ربع، كانوا موجودين في الاعتصام. والله انا اعرف ان في وزاره الداخليه بتطلع بيانات. هل وزاره الداخليه طلعت بيان قالت ان هي قبضت على حد من حزب النور؟ بس في وزاره يعني الداخليه يعني تم في انه كان في حد اتقبض عليه من حزب النور. احنا نسال وزاره الداخليه بس. بسالك انت كقياده في لا انا بسال حضرتك، انا مش في موضع اتهام ولا انا، احنا بنوضح الحقائق للناس. صح، انا لا بنوضح ما يطرح وما يوجه لحزب النور. انا لا في موضع اتهام بالتاكيد، ولا في خانه، ولا في خانه ان انا ادافع عن نفسي. انا بقول لحضرتك عايزين استقرار في البلد، وعايزين نظام، ولا عايزين فوضى؟ ده السؤال. عايزين استقرار ونظام. انا شايف ان لغايه دلوقتي حزب النور بيقول احترم السلطه القضائيه، وفي غيرنا برضه مصر ومفتئت على هذه السلطه. احنا بنقول والله انت شايف ان في ناس من حزب النور ارتكبت جريمه في وزاره الداخليه تقول، ثم بعد ذلك انا لي حق ان انا الجا للدرجات في التقاضي. في ايه كلام يعقب بيه على الكلام ده؟ الامر سهل، انت بتقول كنا كانت قواعدنا في رابعه، اثبت ما اثبتش بين على المدعي، ده امر سهل جدا. طب حضرتك شخصيا يعني رايك ايه في الموضوع ده؟ اللي هو كان في قواعد في رابعه ولا قواعد من حزب النور؟ تاني معلش، ما هو يعني اذا كان احنا كنا بنتشتم على هذه المنصه تاني، ثم ان في النهايه اللي بيتشتم كان القيادات مش القواعد. لا بيتشتم كل حزب النور. ثم يا سيدي الفاضل، هو قدرنا معلش ان اي حد ملتحي في مصر احنا نشيله. ده قدرنا، واحنا مش زعلانين من كده يعني. انت عشان تقول ان ده من حزب النور، زي برضو يعني الساده اللي احنا رفعنا عليهم دعاوى عند النائب العام، ما كناش نحب كده، احنا مش عايزين نخش في صراعات مع حد. انما واحد يطلع على الهوا زي الزميل حضرتك او المذيع اللي اسمه احمد موسى ده، واحنا هنقدم فيه بلاغ للنائب العام. معلش احنا مش لا ده انا اللي بتكلم يعني. لا لا انا اللي بتكلم عشان ما نجيبش سيره، انا بتكلم عشان حقي القانوني. لما حد يطلع على الهوا ويقول حتى لو قلت هو مش عضو في حزب النور، لا هو برضه عضو في حزب النور، انا بقى كراجل اتضررت منك معنويا، ليه قضاء الجأ له واقول ان انت كده بتشهر بيا؟ هو اثبات العضويه ده بيتم ازاي؟ لنفرض يا فندم ان في جريمه ارتكبت، وانت بتقول ان ده واحد في حزب النور، وانا هتعاقب جنائيا، المفروض ان ادافع عن نفسي ازاي؟ مش تثبت ان ده في حزب النور. طيب بالنسبه يعني حضرتك اشرت الى القضاء، وفي دعوه بحل الحزب، لانه الحزب يعني من قبل من رفع الدعوه بيروا فيه حزب ديني. مش حقه، مش هو راح القضاء، وانا حقي ان انا ادافع عن نفسي، بس هو للاسف الشديد اللي بيقول كده لا قرأ واعتقد ولا فهم اللي موجود في الدستور او في تعديله. الماده 74 في الدستور المعدل النصها الثاني هو بالظبط بالنص بالكلمة بالفصلة اللي كان موجود في الإعلان الدستوري في 2011 اللي قام على أساسه حزب النور، اللي هو إيه يا فندم؟ عارف حضرتك عشان أريح بس أريح الخصوم، وعشان برضه أوصل للمشاهد إن المسألة أبسط من كده بكتير. عارف حضرتك إمتى حزب النور يحظر دستوريا؟ لو كانت كتب في الدستور زي 2007. أنا نفسي الناس تسجلها بقى وخلاص ونقفل الباب ده، عشان حتى أنا مليت من كثرة تكرارها. في 2007 أيام حسني مبارك كان مكتوب في التعديلات الدستورية حظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية. لو كان ده موجود كان يبقى فيش حاجة اسمها حزب النور. إنما دلوقتي أنتوا يعني أنا عندي لا تنكروا مسألة إنه مرجعية دينية. ده شق فندم أولاني، وأنا نفسي حضراتكم مشكورين تجيبوا فقيه دستوري يجادلنا في هذه المسألة. في أول نقطة طبعا أنا لا أدعي هذا العلم، إنما أنا واخد الكلام ده من لجنتنا القانونية عشان الناس مؤسسين.
عندنا لجنة قانونية بتحضر الكلام ده كله. أولا الشق الأول اللي بقول لحضرتك عليه إن الدستور لا يحظر قيام أحزاب على المرجعية الدينية. ثانيا بقى وده الأهم فندم، الدستور كله قايم على المرجعية الدينية. الدستور المصري بتعديله قايم على المرجعية الدينية اللي هي إيه؟ المادة الثانية. مش حضرتك بتقول أن المصدر الرئيسي للتشريع داخل هذا الدستور وما ينبثق عنه من قوانين، المصدر الرئيسي فيه في هذا التشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية، يبقى قايم على مرجعية إسلامية ولا لا؟ إنما أنا أقول لحضرتك المشكلة في إيه؟ حزب الحرية والعدالة تحل المصدر الرئيسي مش الوحيد. أي الرئيسي، خلاص أنا بقى بعتمد على هذه المادة بس. وما ينفعش يبقى الوحيد. الـ 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 حزب الحرية والعدالة حلته المحكمة إزاي؟ ما هو الناس لو بتقرأ حزب الحرية والعدالة المحكمة مبرراتها في حل الحزب كانت إيه؟ إن هو على أساس ديني؟ لا، إن القادة بتوعه تورطوا في التحريض على عنف، وده أنا متفق عليه تماماً. إن أنا لو ثبت إن عندي حد حرض على عنف، حرض على تمييز طائفي، حرض على استغلال الدين في 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 إشعال حروب وفتن في مصر، ساعتها ارفع عليا دعوة قضائية. على أي حال اللي رفع الدعوة ده حقه، وأنا حقي إن أنا دافع عن نفسي في المحكمة. كيف يواجه حزب النور التطرف؟ مش عايز أقول إن هو الحزب الوحيد اللي بيعمل ده على الأرض، لكن للأسف الشواهد كلها بتقول كده. أنا كنت أتمنى إن وزارة زي وزارة الأوقاف باعتباري سياسي بالمناسبة، أنا كنت أتمنى أن يبقى لها جهد أكبر من كده، أو يبقى لها جهد أصلا في مواجهة التطرف بعيد عن الشو الإعلامي. المتطرف ده فندم، عشان برضو ناس بتقول فكر داعش، أنا نفسي أسأل حد فيهم، أنت تعرف يعني إيه فكر؟ يعني إيه فكر داعش؟ أنت لو أنت لوحدك وإحنا حزب النور ده مش موجود، هتواجه إزاي بقى الفكر الداعشي ده؟ هو الصح أن أنت طبعا في مواجهة أمنية لما حد بيحمل السلاح، ده أمر مفروغ منه بديهيات، إنما أنت إزاي هتقنع الشاب اللي جاي من لندن ودرس طول عمره في بريطانيا وعاش الحياة الغربية، ده ساب كل ده وراح هناك العراق، هو هيقتنع بمجرد بس يا وزير الأوقاف أو يا فلان اللي مش بلعني وخصمي اللي هيقتنع بس أن أنت تقول له أن داعش أفعالها لا تمت الإسلام بصلة بكده، هيقتنع ويسيب العراق ويرجع تاني بريطانيا؟ ولا هو محتاج الناس اللي ضحكت عليه وقالت له تعالى انضم لي عشان الآية الفلانية والحديث الفلاني والمنهج الفلاني، عمره ما هيتشكك على الأقل في هذه المبادئ إلا لما حد تاني يقول له لا خلي بالك الآية دي تفسيرها مش كده والحديث ده تفسيره مش كده، وابن تيمية اللي بيعتمدوا عليه. وزارة الأوقاف يعني تفرغت للشو الإعلامي حسب أنا كسياسي أقول كده، أنا كسياسي بقول لوزير الأوقاف أنت عندك مساجد للأسف الشديد، وبمرور الوقت بقى هنبقى نطلع لحضرتك فيديوهات تعرضها على الناس، أئمة من عندك من وزارة الأوقاف، أئمة من عندك من وزارة الأوقاف صفحاتهم على الفيسبوك، والوزير هيبقى عارف أنا بقوله ده كويس قوي، كان عليها السيسي قاتل وكان عليها إشارات رابعة. أئمة من عندك من وزارة الأوقاف للأسف الشديد ده كان إمتى؟ قبل الوزير الحالي الدكتور محمد مختار جمعة ولا؟ لا فندم لا لا لا، ما أنا بقول لحضرتك رابعة والسيسي هيبقى إمتى؟ لا انا قصدي يعني هو في حمله بيقودها الدكتور محمد مختار جمعه، الحمله دي يا فندم عشان تبقى للتخلص من القيادات الاخوانيه، وانا عملت معاه حوار من تقريبا من شهرين قال لي اتحدى اي حد يكون عنده اي دليل على وجود قياده اخوانيه او اخواني في الوزاره. لا مش قياده اخوانيه، ده الأسوأ ان عند حضرتك ائمه كانت بتدعي على المنابر على الجيش المصري، وما زالت ما زال هؤلاء. لا ما زال بقى دي ما زال دي مش قضيتي، لان انا طيب. ما بحصرش، انا هقول لحضرتك حاجه، انا بقى مش هقعد اتتبع لواحد واحد، انا بقول دلوقتي هل موجوده عايز اوضح يحرضوا على الجيش الان؟ انا عايز اوضح وجهه نظري. الحل يا فندم ما بيبقاش بالعافيه، الحل بيبقى بايه؟ انت عندك ازمه فكريه، عندك ازمه فكريه تسري ما بين كتير من الشباب، انكار هذه الازمه هتبقى مشكله، اعتمادك على نفسك لوحدك في حلها هتبقى مشكلة. الحوار نفسه يعني قل لي وزارة الأوقاف عملت كم ندوة خلال الأربع شهور اللي فاتوا مثلا تواجه الفكر التكفيري بالتفنيد، مش أن أنت تطلع تقول أنه لا ينتمي للإسلام بصلة. أقول لك الأسوأ، وزير الأوقاف إحنا كحزب أزعم أن عندنا لجنة ثقافية عملت ندوات بتكلم على الفكر التكفيري، لما يبقى عندك وزير الأوقاف يطلع وده فيديو موجود بيقول للناس على الإخوان وعلى داعش وعلى غيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فبما أننا لم نسلم من ألسنتهم ولا من أيديهم إذن هم ليسوا مسلمين. ده اللي بيقوله معالي وزير الأوقاف، ده اللي بيحاربوا حزب النور.
وبتحاربوا الجمعيات الدعوية السلفية. الاستدلال ده هو عين ما تستدل به داعش، وعين ما ترضى انت ان الاخوان، ان الشاب الاخواني يقول لك بما ان انت ثبتت القاعدة دي يبقى اي مسلم هيعتدي عليا او اي مسلم لن اسلم من لساني ما يبقاش مسلم. دي كارثة. احنا بنقول لا ارجع. أيوة بس بقى. بس هم الداعشيون هم الذين بدأوا يعني ولما انت تبقى وزير اوقف وتقول كده لما انت تبقى وزير اوقف وتقول كده، ده انا بقول لك ده استدلال لا ينم لا عن فكر ولا عن علم. ده انت حضرتك المفترض تبطل الحجه دي وتقول لا، معنى الحديث مش ان بمفهوم المخالفه بما ان ما سلمناش من ايدك ولسانك يبقى انت مش مسلم. لا، تقول زي ما قال الائمه الكبار والعلماء الكبار ان هنا المقصود المسلم كامل الاسلام تام الايمان، بمعنى ان لو احنا ما سلمناش من ايد مسلم وما لسمناش من لسانه تبقى معصية منه، تبقى كبيرة منه، مش يبقى كافر. أنا ضربت المثال ده ليه؟ عشان أقول لحضرتك إن المسألة كبيرة قوي وأعمق من كده بكتير. معلش أنا عايز بس النقطة دي مهمة. أنا حاسس برضو الدولة يعني برضو الدولة فندم في خطر كبير، مش هيتحل بالتوك شو، مش هيتحل، مش هيتحل فندم. إحنا بس واجبنا إن احنا نطرح كل القضايا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا همي مثلا في سيناء إيه وفي مطروح إيه وفي الصحراء الغربية إيه، همي إن الناس فندم تنبذ الفكر التكفيري من أعمقها، مش يبقى المسألة مسألة الدعاء، مش المسألة إن الوزير يدي تمام للرئاسة ولا تمام لرئاسة الوزراء، إن كله تمام وكله تحت السيطرة والفكر لازال متغلغل. عمر ده ما هيتحل في موليلة. طيب تفسر بإيه يا أستاذ نادر إنه ودي تقارير يعني أثبتت صحتها إنه العديد من اللي كانوا مع داعش أو ما زالوا مع داعش من التيار السلفي؟ إيه التيار السلفي؟ ده تيار ممتد من المشرق للمغرب. هو انا التيار السلفي كله معايا دلوقتي؟ مش انا التيار السلفي ده جزء منه؟ مش انت جزء من التيار السلفي؟ انا جزء. مش انا الكل؟ لا انت مش الكل. انا جزء من التيار السلفي. انا بسالك علشان كده. جزء من التيار السلفي ده، وكويس على فكره المساله دي ليا مش عليا، بمعنى جزء من التيار السلفي ده بيكفرني، جزء من التيار السلفي ده بيخوني، جزء من التيار السلفي ده اباح دمي، وفي جزء تاني لا يرى اصلا العمليه الديمقراطيه، وفي جزء ثالث يعني الاجزاء السلفيه دي في جزء منها يرى ان انا ما ينفعش يبقى ليا حزب اصلا، وجزء تاني لا يعترف بالعمليه الديمقراطيه، وجزء ثالث بيكفرني بيحل دمي. حزب النور اوسع من الجمعيه الدعويه. حزب النور او الحزب السياسي المفترض ان القاعده عنده اوسع وارحب بكتير جدا. انا ما بقولش اللي بيجي ينضم الي تبقى سلفي، اللي بيجي ينضم الي مش جاي بينضم لجماعه دعويه، لا جاي بينضم لحزب سياسي. أيوة له أسس وله برنامج، لكن المجال فيه أوسع وأرحب بكثير جدا. فآه داعش نفسها هي بتقول عليا أنا إيه وبتطلع عليا أنا إيه دلوقتي. شوف بياناتهم بتقول عليا أنا إيه، بتقول على حزب النور ده إيه، ده داعش بتقول على حزب النور وبالأسماء إيه، كفر وحلال الدم. أستاذ نادر يعني تصورك للانتخابات المقبلة هيكون إزاي؟ اه ده بقى الكلام، مش قصدي طبعا ان اللي فات كله ما كانش لا اقول لك كمان الكلام، اقول لك كمان الكلام. استنى قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب لسه الناس يعني ايه عماله تكتب لي على تويتر بيقول نادر انت قلت من قبل نحن لا نهنئ المسيحيين باعيادهم. انت قلت كده؟ لا ما قلتش كده. ما قلتش كده؟ بتهنئ انت المسيحيين؟ انا هوضح لك بس حاجه، انا عارف انك انت هنأت الدكتور عمرو حمزاوي ورحت فرحه. ايه اللي دخل على فكره احنا في امتحان كده في امتحان حياه؟ لا مش امتحان حياه على اعتبار احنا على اليوم. لا لا بس في مساله فعلا ان عدم تهنئه المسيحيين باعيادهم ده الناس اللي بتقول، والله العظيم الناس اهو اوري لك. طيب انا عايز بس اوضح لك حاجه. اولا الناس اللي قاعده على تويتر وانا بحبها وبحترمها وعلى راسي من فوق، تنشط على تويتر برضه. انا بخش اكتب بخش اكتب تجري واطلع وتجري زي ما انت شايف. انا عايز اقول اهتمامات الناس في الشارع أعلى بكتير جدا 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 من اللي بيتقال، وأنا للأسف أنا حزين إن يبقى التوك شو زي ما كان طول الأربع سنين اللي فاتوا مسار للصراعات الحزبية اللي عمرها ما هتخلص. إن الناس كل ما تفتح، أنا بحط نفسي مكان أي حد بيفتح تلفزيون وشايف إن فلان بيشتم وفلان بيهاجم، بالمناسبة الاتنين بيبقوا خسرانين، لذلك أنا أصريت إن أنا ما أردش على فلان ولا علان، لأن أنا عايز أطلع حزبي من كل ده وأقول للمواطن في الآخر أنا براهن عليك. مش عايز كل الناس تديني اصواتها، ده قطعا، انما على الاقل عايز ابقى موجود، عايز اقول ان تجربتي نجحت وان تجربه جزء من هذا القطاع الاسلامي اللي حاول الاخوان ان هم يقولوا ان هو كله ضد الدوله وكله ضد 3/7، لا في جزء موجود وحاول ان هو يحافظ على نفسه وحاول ان هو يقدم حلول. الناس في الشارع بمناسبه الانتخابات، الناس في الشارع وانا عملت السيرفي ده بنفسي، الناس لا همها التحالفات اللي بتقام وتنفض ولا همها مع كامل الاحترام
القائمة بتاعت الدكتور فلان أو الدكتور علان، ولا همها أن الوفد هيتحالف مع النور ولا مش هيتحالف، همها في النهاية، وده السؤال المصيري اللي بقول لكل الأحزاب. أنا أخشى أن بعد 5 سنين نتقابل ونقول يا ريت اللي جرى مكان. تمام. الناس سؤالها في الشارع، البرلمان له جدوى أصلا في حياتها ولا لأ؟ تمام. هل البلد تمشي برئيس بس؟ كلامك ورئيس ورئيس وزراء كلامك بس؟ زي الفل، بس ده ما جاوبش على السؤال اللي طرحه الراجل لما قال هل الأستاذ نادر بيهمل المساحين؟ لا، وأنا مش هرد، وحقي أن أنا ما ردش، لأن أنا مش متهم، وهذا الحزب مش متهم. بس في النهاية أنت رجل سياسي، أنا في النهاية رجل سياسي. ليه الأسئلة الرجل السياسي ليه الأسئلة اللي بتوجه إليك بتاخدها كأنها اتهام؟ لا خالص، رجل سياسي. الرجل السياسي ده انت لو بقيت وزير هيطلع لك استجواب وتقول له لا انا مش هرد، تقف كده على المنبر بتاع مجلس الشعب وتقول انا مش هرد، لما يكون في صلب شغلي. الرجل السياسي والمسؤول اللي زي حالاتي عارف امتى يرد ويرد على ايه. بمعنى ان انا عارف ان انا كحزب، ان انا كحزب محاط بحمله تشويه وحمله اقتطاع اجزاء غير عاديه، فانا بقى كده ولا كده طبيعي انا ما بكسبش 100%، فانا هفوت الفرصه واقول ان اللي انا بنتقده على الاعلام انا مش هبقى طرف فيه. الأسئلة تسأل إمتى وتسأل في جو إثاري ولا لأ وتسأل في أي سياق، أنا اللي حدد ده. ليه؟ لأن أنا كده ولا كده أنا أدير خسائر للأسف الشديد. طب يعني هتجاوبني لو سألتك؟ هتكلم على الانتخابات. تمام. هتكلم على أي حاجة تانية. جميل جدا. بس من ضمن الانتخابات بيقولوا أنه فرصتكم في هذه الانتخابات قد تتأثر بما يثار حوالين تيجي الانتخابات عشان هم يهدوا مش حوالين الحزب، ما يثار حوالين الحزب. وحضرتك قلت انه احنا بنتعرض لحملة تشويه ممنهجة. ده انت اللي يمكن العبارة اللي بدأت بيها. هل بتدخل حملة التشويه دي استغلال بعض الممارسات غير الأخلاقية لأعضاء في الحزب؟ لا خالص. فين الممارسات غير الأخلاقية لأعضاء في الحزب؟ انا مش عايز اتكلم بالتفصيل بس حضرتك فهمني. لا خالص، ما انا قدمت بلاغ عند النائب العام. خلاص انا اضطريت ان اللي بيكلمني بقى اقول له تعالى وعايز القضاء ينصفني منك. شخص سيء السمعة مثلا ملتحي، أنا مالي بيه؟ أنت مصر من حزب النور، طب أنا هرفع عليك دعوة. اسمها دعوة إيه؟ تشهير. أنت علشان الانتخابات جاية بتشهر بيا. اثبت إنه اثبت أنت بقى قدام القاضي إن ده عضو في حزب النور، وساعتها يبقى أنا عليا الرد. هنتكلم على الراجل بتاع الغربية بقى. أنا وضحته. هي زي، فاكر حضرتك لو حضرتك متذكر، فاكر أبو رواش؟ ايه ابو رواش؟ من شهر كده قالوا ان هم وجدوا اسلحه في مقر الحزب النور في ابو رواش. اتفقنا كلجنه اعلاميه على رد من سطر واحد. لا يوجد مقر لحزب النور في ابو رواش، نقطه. فين بقى بعد شهر؟ مفيش حاجه خالص. قلت ساعتها لاحد الاعلاميين على الهواء، قلت له معلش اصل هو العيار اللي في بعض الاعلاميين بيتعاملوا بمبدا العيار اللي ما يصيبش يدوش. قلت له انت هتجيب لي حقي بعد ما اثبت ان ما كانش في حاجه لحزب النور اصلا؟ بس كان في حاجات برضو قضايا مشابهه، يعني قد تكون. انا بتكلم على القضيه دي اكبر واقل. انا دي مشكلتي بقى. القضيه دي مشكلتي. ماشي ماشي. القضيه اللي هي فيها كان فيها اعضاء يعني من حزب النور، اعضاء في مجلس الشعب، مش عايز اسمي اسماء. لا انا هسمي لك. دي مشكلتي انا فندم. في كل حته في العالم الحزب الديمقراطي والجمهوري مثلا على اطار الانتخابات الامريكيه كانت لسه شغال، عنده حاجه اسمها ريبيوتيشن مانجمنت اللي هو اداره السمعه. الطبيعي ان يبقى حد عايز ينال منه ويطلع عليه حاجه فيبدا يرد. بس للاسف البيئه هناك مستقره اكتر من هنا. للاسف هناك ممكن اجيب حقي اللي بيشهر بيا اسهل بكتير ما اجيبه هنا. طيب القضيه الاخيره، القضيه الاخيره بتعتبرها ارجوك. لا انا لا انا كده هاخد حقي. تشهير ماشي. اخد لا والله هتدي رد 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 طيب. معلش انا اسف. انا هاخد اسم واحد. انا كان عندي عضو للأسف الشديد. أنا متضايق إن أنا أتكلم عليه تاني. أنا مش حابب ده أبدا لأن البعد الإنساني راح من عند أغلبنا للأسف. بس أنا كرجل سياسي ومسؤول حرد. هات لي حزب تاني في مصر يعترف إن أحد أعضائه أخطأ، وإن هذا العضو لما أخطأ الحزب هو اللي حاسبه، والحزب هو اللي فصله، والحزب هو اللي ضحى بالكرسي ده في البرلمان. أنت عندك مثلا اللي كانوا منتسبين للحزب الوطني، حد منهم اعتذر للشعب عن نائب الدم الفاسد ولا عن القروض ولا عن الاحتكار ولا ولا ولا؟ مفيش. حتى من الأحزاب الحالية، بس أنا برضو مش هعرض بحد، يعني حد منهم اعتذر عن حاجة واحدة عملها للشعب المصري؟ أنا لما حصل معايا سابقة، دي سابقة بره، الكلام ده يسجل لي كسابقة، إن أنا كان عندي الشجاعة إن أنا أقول أهو عضو أخطأ، أنا عملت إيه؟ الناس بقى بمناسبة تويتر، الناس الفاضية اللي هي ما بتكلفش نفسها أن تراجع ولا أن تبحث وتلقي الاتهامات جزافا. أنا ما داريتش على هذا العضو ولا أنا حللت له اللي عمله. بالعكس، ده أنا قلت مش عشان أنت منتسب لحزب يزعم لنفسه المرجعية الإسلامية يبقى أنت مغفور لك. بالعكس، ده أنا أدنتك وحققت معاك، حققت معاك وأدنتك وفصلتك. إيه المطلوب مني تاني؟ طيب لما كان أنا ليا عضو يا أستاذ عمرو
وانت رجل منصف، لما انا يبقى ليا عضو من حزب النور من شهرين، وعشان احنا عارفين اللي هيحصل معانا فعملنا الفيلم ده، عضو من شهرين او من اقل لقى في الحقل بتاعه 2 مليون جنيه مسروقه من الدوله واصحابها المفروض ان هم كانوا هيسالوا قانونيا، راح الاسم مش رايح بنفسه، كان لازم نعمل الشو ده، لازم نعمله عشان احنا عارفين ان احنا مظلومين. راح الاسم معاه عضويته ومعاه امين المحافظه بتاعته ورايحين زفه كده خمس ستة انفار ومصورين نفسهم. ليه بعمل كده؟ عشان اقول للناس ادي هو حزب النور. الاعلام تناولها ازاي؟ انتوا في الحياه اليوم تناولتوها ازاي؟ مواطن من البحيره لقى 2 مليون جنيه في الحقل بتاعه سلمهم، كويس انا قابل. يوم بقى لما يحصل احنا ما تناولناش، مش انتوا. يوم بقى لما انا قابل ان انا بعد لما عملت كل الشو ده طيب وبعمله ماشي. أنا والله انا فهمت ارجوك، ما هو انا كمان ارجوك، ما انا لازم اسالك يا استاذ نادر، وبعمله عشان الانتخابات. انا بجيب لك الامور على بلاطه. تمام يا سيدي، انا لما راح ادى ال 2 مليون جنيه كنت انا مرائي وبعمله عشان الانتخابات، حقي. طيب ليه انا بقى لما حصل من واحد سلوك اصل السلوك ده، اصل السلوك ده، السلوك ده مش يعني شويه الحل. في مجتمع اسلامي ومجتمع يعني محافظ شويه يعني منتقد، العقلاء والمنطقيون يقولوا ان اللي اطلق لحيته وبيعمل حاجه وحشه ده هو نصاب. بمعنى ايه؟ وكانه راى ان الناس هتحترم وتقدر صاحب اللحيه فاستتر وراءها، يبقى انا مش متهم. بالعكس انا بقول لحضرتك ده لا ينتمي اليه. اعمل فيه ايه؟ ممكن اتكلم؟ ممكن اشكرهم. فاللي انا عايز اساله يعني ليه اتكررت الحاجات اللي هي الغير اخلاقيه في الفتره الاخيره؟ معلش معلش يعني انت حضرتك بتقول فيها حمله ممنهجه. من مين؟ انت من لازم مين؟ تبصر. طيب هات لي حزب تاني في مصر في العالم تعرض لكل هذه الاتهامات من كل القنوات الفضائيه جمله واحده. ادي واحده، الجرائد، ولو شئت أسميها هم خصوم دلوقتي قضائيين، الإعلاميين، الأحزاب الأخرى، ده أنا ولا كأني الرايخ الثالث. إيه مصلحتهم؟ إيه مصلحتهم؟ إقصاء منافس طبعا. أي منافس؟ أنتوا يعني أنتوا كنتوا في مع الثورة زي ما بتقولوا. لا في دلوقتي أنت في منافس تحقيق انتخابي جاي. أنا نفسي تبقى منافسة شريفة. أنا طلعت قلت على حزب كذا مثلا إن أنت مالكش تمثيل في الشارع. ولا حزب كذا مثلا، أنا طلعت قلت على اليسار ان تعالى فكر الناس اليسار عمل ايه في العالم كله من اول لما كان في حاجه اسمها يسار. انا قلت للناس كده؟ ما قلتش. انا قلت للناس ان بما ان انت منتمي لليسار اذا انا احملك تبعات كل جرم ارتكبه اصحاب الفكر اليساري في العالم. ما هو عارف ليه يا استاذ ستالين؟ انت مش بتسال، انا يعني هسمح لنفسي لانه يعني ايه في مناطق غامضه كده في حزب النور. تقول له مثلا علاقتك مع المسيحيين يسكت، يقول لك لا انت فتش لي في لا علاقتي مع المسيحيين لا ما بسكتش. مش عارف يعني علاقتك، لا معلش انا قلت معلش علاقتي بالمسيحيين سكتت فيها. اصل في مسائل ما ينفعش انك انت يعني تزوقها بالكلام، وحضرتك يعني بتتكلم حلو قوي. اسال اليساري انت شايف الدين ايه؟ حضرتك بتتكلم حلو قوي، ده يعني الكل يشهد لك ليه وانا بشهد لك ليه. لكن من الواضح أن هناك حاجة لأن تعلن آراء حاسمة وقاطعة في قضايا مهمة. أنا موافقك لو أنت جبت ممثل التيار الليبرالي وممثل التيار اليساري وتجيبني وتسأل الليبرالي بوضوح وصراحة عن رأيه في الشريعة يقولوا للناس. ما في ناس كتيرة جدا بتعلن بتقول لك احنا ضد الشريعة وضد عادي وخالص. بيقدر يقول ان هو ضد الشريعة؟ بيقدر. في ناس كتيرة جدا، في ناس دلوقتي بتجاهر بإلحادها. انت ايه مش عايش في مصر ولا ايه يا استاذ؟ لا انا بتكلم يا فندم. لا عايش وللأسف. مشكلة الإلحاد دي محتاجة محاورة فكرية مش محتاجة قهر. وفي ناس، لا ده في ناس في لجنة الدستور كانت رافضة المادة التانية. انت مش متابع؟ يا فندم انا بتكلم على الأحزاب. هل انا في حزب تاني بيتجاب يتقعد على كرسي الاعتراف مش هنا يعني في اي برنامج ويتقال له ما هو انتوا علشان مرجعياتكم دينيه؟ أرجوك لا معلش معلش، لا ما انا فهمتك، انا بقالي 3 دقائق. مرجعيتكم دينيه فبالتالي بيسالوكم في الدين. يا سيدي هو مرجعيتي الدينيه دي صبه؟ لا مش صبه. خلاص مش صبه. بس انا لا بس اسال عن فتاوى. وبالتالي انت بتدخل بمرجعيه مختلفه عن المرجعيات الاخرى. وانا احتكرتها لنفسي؟ مش انا عايز المسلمين الاحرار بكره يتكلم عن المرجعيه الاسلاميه. ده ويلان جود يعني انت مرحب بيك يعني اهلا وسهلا. قول اللي انت عايزه. لا انا قصدي ليه بتستغرب الناس اللي بتقول لك اعلن موقفك من المسيحيين؟ انا بس اعلن موقفك من تهنئه المسيحيين في عيد الميلاد ولا اعياد الفصح. اسهل حاجه في الدنيا، اسهل حاجه في الدنيا ان انا اتكلم بشعارات وساعه احقاق الحق ما تلاقينيش بتكلم. اسهل حاجه في الدنيا ان انا اثير الفتن وساعه احقاق الحق
أنا في نواب مسيحيين شهدوا لي شهدوا لهذا الحزب لما كنا في مجلس الشعب اللي فات على إيه؟ مش أنت بتقول لي علاقتك بالمسيحيين؟ حصل فتنة قبل كده مثلا في العمرية وحصلت في قرية هناك اسمها قرية النهضة، مين اللي شهد لنا؟ لما راح العمرية وشاف وسمع من المسيحيين. طب أنا أقول لك على حاجة بالنسبة للمسيحيين، معلش مع الوقت الوقت أنتوا هتعملوا قوائم؟ ما دام هنخش مجلس الشعب ازاي هنخش من غير ما نعمل قوائم؟ القوائم فيها مسيحيين؟ هتدخل؟ انت بترد على نفسك. هتدخل ازاي اصلا مجلس الشعب؟ ممكن تخش فردي. لا قوائم كحزب هدخل فردي وقائمه طبعا بلا شك. في ناس يعني اقول لك بقى اسميهم عشان يبداوا من دلوقتي يهددوهم ازاي؟ طيب استحاله. انا بدافع عن مؤسسه انا قاعد فيها. بس كده لازم تعلن. انا بقول امتى بقى؟ وانا هو بقول للناس سيب المسيحي يجي لي ويتكلم معايا وانا اتكلم معاه ونتحاور مع بعض من غير ما تفرض عليه ارهاب فكري، مش انت تمام. اللي بيفرض عليه ارهاب فكري. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد ان كنت معاك الاستاذ نادر البكار. شكرا جزيلا. شكرا. كده تنتهي حلقه النهارده من الحياه اليوم، نشوفكم بكره الساعه 7 باذن الله.